السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأول في الدورة التدريبية. هذه الدورة التدريبية سوف تكون على موقع سو. إذن في هذه الدرس سوف تكون مقدمة عن الـ2D. أولا سنبدأ باللاين. سو لذلك عبارة عن اللاين اختصار الـ INE من ها هنا. ممكن نبدأ في بدلا من 3D CAD موديلنج ممكن نبدأ في 2D درافتنج لمعرفة بعض الأوامر في الـ 2D. ها هنا هذه القائمة. ممكن نبدأ أيضا بالكلاسيك تكون القائم بهذا الشكل. فإذا draw a line سيسأل عن first point. هذه أول first point سوف تكون ولكن 0 و0. next point هتكون 100 و0، وبهذا هيكون في line بهذا الشكل. زوم على هذا اللاين. نبدأ بـ Navigation. Navigation في AutoCAD عن طريق الـ Middle Mouse أو عن طريق الـ Zoom In و Zoom Out. Zoom In و Zoom Out عن طريق الـ Scroll Wheel. أيضا الـ البان عن طريق الـ Middle Mouse. أيضا هنا في الـ 3D Modeling Rotate عن طريق Shift و Middle Mouse. إذا Middle Mouse و Combination from middle mouse only to ban or middle mouse we rotate عن طريق shift. نرجع إلى القائمة الرئيسية AutoCAD Classic. الديفولت workspace بنستخدم version 2009، لكن بعض الأساسيات منطبقة على معظم النسخ التالية. إذا أول طريقة هي رسم line. الحذف عن طريق السليكشن لهذا اللاين ثم اريز من الكيبورد. بعد ذلك السيركل بيسأل عن سبيسيفاي سنتر بوينت. السنتر ممكن نختار اي نقطة، لكن بما اننا كنا في الموديلنج فنذهب مرة اخرى ونذهب الى التوب فيو. التوب فيو عن طريق أفعل هذا بهذا الشكل ونرجع مرة أخرى للأوكاد كلاسيك. إذن رسم السيركل والدائرة عن طريق اختصار C وبنحدد سنتر بوينت بهذا الشكل. بعد ذلك ممكن في أمر تريم مرتين وبذلك يكون حذفنا هذا الجزء. في أمر أوفست بيسأل عن offset distance وليكن 10 و object to offset هذا ال object point بهذا الشكل. بما ان المسافة اقل بكثير من فاذا لازم نعمل زوم عشان نرى هذه المسافة. how to draw with scale. اذا بنقول ان في سيركل، هذه السيركل center point 10 مليمتر و 10 مليمتر وليكن الradius هيكون وليكن 50 بهذا الشكل. زوم تتنت فإذا ظهرت هذه السيركل. مرة أخرى سيركل السنتر هيكون في الكوادرنت بهذا الشكل. هذه المرة الراديوس هيكون وليكن 25. إذا هذه الدائرة رسمنا دائرة قطر 50 أو نصف القطر 25، وهذه الدائرة نصف القطر 50. أيضا ممكن نرسم لاين من هذه الجهة وليكن من السنتر بهذا الشكل إلى السنتر بهذا الشكل، أو لاين من السنتر إلى الكوادرنت اللي هو المماس الشكل. نستخدم أمر تريم مرتين ونفعل هذا الأمر بحيث نحصل على بعض النتائج بهذا الشكل. بعد ذلك في درو في ريكتانجل او بولي لاين. الفرق بين البولي لاين اللي هو امر اللي هو لاين مستمر بهذا الشكل، اذا بحيث يصبح قطعه واحده لا نحتاج اننا نعمل له اكسبلود. ده كده عباره عن بولي لاين قطعه واحده. الفرق بينه وبين اللاين بهذا الشكل ده عباره عن لاين. فخلينا نضغط انتر. لاحظنا ان كل قطعه منفرده بهذا الشكل.
كلام سليم. لو عايزين نعمل اكسبلود او نجهز هذا اللاين، فممكن نعطيك اكسبلود من الكيبورد ونختار هذا اللاين، او احنا كنا اخترناه اساسا فهو عمل اكسبلود وحول البولي لاين الى عبارة عن لاين. من الدرو في ايضا ريكتانجل، الاختصار من الكيبورد ار اي سي بيسأل عن الفيرست كورنر، فهنقول وليكن الفيرست كورنر 10 و 10، لان الاذر كورنر هيكون وليكن عن طريق 50 في الاكس و 50 في الواي، فاصبح عندنا كورنر الويدث بتاعه 50 والعرض بتاعه 50. ايضا ممكن نرسم الارك، هيكون افضل ان رسمنا لاين بهذا الشكل ورسمنا درو ارك. الستارت في ثلاث نقاط، فاذا هذه نقطه على الارك وهذه نقطه على الارك وهذه نقطه على الارك. ايضا في درو ارك ستارت وسنتر واند، فده عباره عن الستارت، ده عباره عن سنتر وليكن، وده عباره عن الاند بهذا الشكل. في درو ستارت في سنتر في دايركشن، ستارت اند في دايركشن بهذا الشكل. بعد ذلك في الدونت انسايد دايمتر هيكون وليكن 2، الاوتسايد دايمتر هيكون وليكن 12. الدونت بهذا الشكل، اصبح عندنا دونت بهذا الشكل. في السبلاين بنحدد قط هذا الشكل، وبيرسم سبلاين كما نرى. في بعض النقاط الأساسية مفترض معرفتها عشان تكرار آخر أمر repeat rectangle عن طريق right click أو enter مرة أخرى، ويتم تكرار آخر أمر انتر يتم تكرار اخر امر، او شيفت رايت كليك ويتم تكرار اخر امر. في بعض هنا الادوات الاساسيه، اول اداه وهي الارسو، فالارسو بيتم رسم خطوط افقيه او خطوط راسيه بهذا الشكل. في بعد ذلك الاو سناب، فائده الاو سناب في هنا الاو سناب يتم عمل سناب لنقطة معينة. لو هنرسم وليكن تم تفعيل هذه الاند بوينت والسنتر والنود والانترسكشن والاكستنشن، هذه النقاط مفعلة اوتوماتيك على علامة تشيك مارك، هذه النقاط مفعلة. ممكن نختار اول او كلير اول كما نرى. ايضا ممكن رسم سيركل، وفي هذه اللحظة ممكن شيفت رايت كليك ونفعل فقط جزء معين وليكن الاند بوينت بهذا الشكل، شيفت رايت كليك وليكن الميد بوينت بهذا الشكل. اذا ممكن نرسم لاين من رسم لاين من الميد بوينت الى يلغي تفعيل الارسو عن طريق F8 الى الميد بوينت. ممكن عمل اوفست لهذا الجزء، ولكن هنستعرض ادوات الموديفاي بعد ذلك. اولا نستعرض ادوات الدرو، في بعد ذلك الهليكس لوك. الهليكس ممكن نستخدمه اكتر في ال 3 دي دروينج، ولكن في البوليجون، البوليجون بيذكر عدد السايد، فنذكر ان 5 لعدد السايد. بعد ذلك بيذكر السنتر، فالسنتر وليكن هيكون هذه النقطة. وممكن نختار شيفت أو F8 أرسو بحيث يكون بهذا الشكل. من الأدوات المهمة جدا في الدروينج وهي الأوفست، نختار هذا الجزء ونختار O، فبيذكر الديستانس هتكون وليكن ديستانس 25،
في أي جهة، ممكن تكون في هذه الجهة أو في هذه الجهة. أيضا في المالتي لاين والكونستراكشن لاين، فإذا الكونستراكشن لاين سبيسيفاي نقطة وهذه نقطة، فإذا هذا الخط أو الكونستراكشن لاين يكون غير منتهي، بمعنى أنه يكون ممتد في الإكس وفي الواي إلى ما لا نهاية. بهكذا نكون استعرضنا جميع الأدوات في قائمة درو. في الدرس القادم سوف نشرح الأدوات المهمة جدا في قائمة موديفاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نستعرض قائمة موديفاي. أولا نرسم بعض الريكتانجل، يكون في سيركل بهذا الشكل، ثم نرسم لاين بهذا الشكل. أول قائمة، فهذه القائمة في الإريز طبعا هيحذف هذا لاين. بعد ذلك في الكوبي فبينسخ هذه السيركل، select object and enter البيزل بوينت، هنختار هذه سيركل أو هذه الدائرة من هذه النقطة، وتم عمل عدة نسخ هذا الشكل. لأننا مفعلين الأرسو فممكن نلغي تفعيل الأرسو، بحيث نلغي تفعيل ونختار كوبي في جميع الاتجاهات. ممكن يتم عمل كوبي نقطة معينة وليكن الاند بوينت أو سنتر، بعد ذلك في بعد الكوبي في ميرور. هذه هي تعتبر من أهم الخواص في الكاد. فإذا اخترنا جزء بهذا الشكل هنعمل ونختار MI mirror، والميرور لاين هيكون بهذا الشكل F8، نضغط Erase Source. هو بيسأل هل نحذف جزء اللي هو الجزء الأيمن، هنضغط No. بهذا الشكل أصبح عندنا في ميرور في اللاين اللي هو على الجزء الأيمن. في بعد ذلك Offset، فنختار هذه السيركل ونختار شورت كات O. Offset Distance وليكن 45 بوينت بهذا الشكل. ما إن مسافة أكبر من القطر فيذكر إن ما ينفعش تعمل أوفست والمسافة أقل من القطر، لكن لو المسافة أكبر فيتم. ممكن نجرب هذا الأمر على الريكتانجل، فأصبح في عندنا أوفست أوفست ديستانس هتكون وليكن 25 مسافة بهذا الشكل. غير المسافة أو الأوفست ديستانس 10 بوينت اون سايد بهذا الشكل، بوينت اون سايد بهذا الشكل. طيب بعد ذلك في الموديفاي في الري. طيب ممكن نرسم هنا وليكن سيركل، يكون فينا سيركل بعد كده في ريكتانجل، بعد كده ترم، نلغي جميع هذه الأجزاء. ويتعمل وليكن أوفست لهذا الجزء. الأوفست 4. وسيلكت أوبجكت، نختار جميع هذه الأشكال و offset. offset distance وليكن 2 في كلام سليم. نختار بعد كده modify array، بعد كده تظهر قائمة بهذا الشكل. هو بيسأل هل rectangle array كموضح في البريفيو أم بولر. فهنبدأ بالريكتانجل بصفوف 5
أخرى موديفاي array الصفوف 5 والكولم عدد الأعمدة. فهنا عدد الصفوف 5 5 وعدد الأعمدة 2 والأوفست بين كل عمود والثاني وليكن 25 وليكن 35 وبريفيو مسافة طبعا أقل. فهنبدأ من 100 في 150 بريفيو. إذن المسافة هنا أفضل. هنا المسافة بين كل أوبجكت أو كل عنصر الثاني عبارة عن 25 100 و 150 مسافة في كل المسافة الرئيسية. ممكن هنا نختار أوبجكت وهنا بنستعرض بهذا الشكل. لو الشكل هو المطلوب فممكن نضغط OK بحيث يحقق البولر أري بحيث يحقق مصفوفة أو الأري اللي هي ريكتانجل. البولر أري نفس الفكرة ولكن يتم بطريقة قطرية. الأري بولر عدد نختار الأوبجكت أو نختارينها السنتر بوينت وليكن تكون بهذا الشكل والعدد هيكون وليكن 6 وأنجل توفيل هتكون وليكن 270 ريفيو. هنا عبارة عن الري على 270 والزاوية بين كل عنصر والثاني هتكون 270 على 6 هي عدد العناصر. هنا طبعا بريفيو ممكن تكون 360 اللي هي الزاوية كاملة. اوكي اذا لو العنصر تم ان المسافة بين كل عنصر والثاني تكون مناسبة. طيب فينا بقى طبعا بعض الاشياء الاخرى زي الموف. باقي في الموديفاي في الموف نختار هذا الاوبجكت انتر بيز بوينت كده تم التحريك. غير نفس فكرة الكوبي ولكن هنا بنحرك الاوبجكت غير عملية النسخ. طيب في السكيل والروتيت والسكتش فيقابل موف طبعا في موف يبقى هيكون في روتيت. ممكن يكون هذا الشكل اوضح على ريكتانجل او هذا اللاين. فاذا ار او هو الاختصار روتيت. البيز بوينت هذه النقطة هنا وليكن زاوية تكون وليكن 120 اصبح تم عمل روتيت. هذه النقطة هي البيز بوينت روتيت تم عمل تحريك دائري بزاوية 120. طيب بعد ذلك في الميرور تم بعد ذلك في السكيل. هل وليكن في ريكتانجل بهذا الشكل هنختار سكيل موديفاي سكيل الأوبجكت. هذه الأوبجكت البيز بوينت هذه النقطة السكيل فاكتور هيكون وليكن 2. اذا تم عمل سكيل درجتين من هذه النقطة اللي هي هذه النقطة. مش شرط تكون البيز بوينت في السنتر بمعنى ان ممكن نختار مرة اخرى هذا الاوبجكت وموديفاي سكيل بيز بوينت هتكون في الميد بوينت والسكيل هيكون وليكن 1.1. بعد ذلك في الموديفاي في الاسترتش اللاين يتم عمل رسم لاين من هذا الشكل ويتم اختيار هذا اللاين select modify stretch. البيز بوينت هذه هي البيز بوينت. second بوينت هذه هي second بوينت. الافضل لو رحنا الامر اللي هو extend في extend اختصار في xt extend. فاذا هنختار جميع هذه الاوبجكت modify extend اللي select object هذا الاوبجكت cross يكون هذا الاوبجكت مرة اخرى modify extend modify extend هذا هو الاوبجكت وهذا هو الاوبجكت ويتم عمل extend بهذا الشكل.
بعد ذلك في بريك وفي ترم. ترم تم شرحه قبل ذلك. تي ار فإذا استكمالا للدرس الثاني فيكون في عدة محاور نتكلم عنها في هذا الدرس. أولا الفيلت والشامفر، فنختار من مودفاي فيلت الريديوس، نختار هنا في بيسأل عن عدة أوبشنز، فنختار إن الريديوس بدلا من صفر هيكون وليكن 10. هذا هو الأوبجكت، إنتر. هذا هو الأوبجكت، فهو ما عملش الفيلت لان الريدس از تو لارج، فاحنا هنختار هذا الاوبجكت ونعمل اكسبلود. بعد ذلك هذا الاوبجكت نعمل اكسبلود. بعد ذلك نختار ديفاي الفيلت الريدس هيكون وليكن 2. هذا هو الفيرست اوبجكت، هذا هو السكند اوبجكت، وتم عمل فيلت بهذا الشكل. نختار الشامفر نفس الفكرة ولكن تكون زاوية حادة أو أنجل. الفيرست لاين يكون هذا الأوبجكت، أو نختار الديستانس أولا. الفيرست ديستانس وليكن 1، السكند ديستانس وليكن 2.2. هذا هو الخط الأول، هذا هو الخط الثاني، وبهذا عمل الشامفر. عايزين الشامفر تكون نفس ال هذا الجزء هو نفس الاتجاه، فنختار modify chamfer distance 2.5 و2.5. ذلك أصبح عندنا chamfer درجة. في بعد ذلك في عدة 3D operations زي second و convert to solid. سوف يتم شرح جميع هذه الأجزاء يا 3D operations with solid editing في الدرس القادم بإذن الله. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الرابع. فأولا هنذهب إلى القائمة أو الـ workspace للـ 3D modeling. طيب أصبح عندنا بهذا الشكل جزء أو rectangle بهذا الشكل. فعن طريق نذهب إلى conceptual و لهذا الجزء، اختار هذا الجزء او هذا ريكتانجل. بعد ذلك في اكسترود الهايت، ممكن نختار هايت وليكن 12، اصبح في هايت 12 بهذا. هنا يتم اضافة سيركل يكون هنا، وعمل أيضا إكستروجن لهذه السيركل. وليكن إكستروجن لمسافة 6. طيب في بعد ذلك في عدة أوامر مهمة، هنشرح بعد ذلك أمر اللي هو اللوفت. فنذهب إلى التوب فيو في سيركل، دوبليكيت لهذه السيركل عن طريق كوبي هذه السيركل ست أجزاء. بعد ذلك انتر سكيل مرتين من البيز بوينت 2 تايم، وفي سكيل لهذا الجزء سكيل من البيز بوينت 0.5 وليكن. بعد ذلك نختار اللي هو الكوماند لوفت سيلكت كروس سيكشن، نختار هذا الكروس سيكشن هذا الكروس سيكشن هذا الكروس سيكشن، نضغط انتر
بيسأل عن انتر اوبشنز جايد اور باسز، فممكن نختار اول اوبشن. اصبح عندنا فيه مخروط بهذا الشكل يمر بجميع الدوائر اللي احنا. اما هذا الامر مهم جدا لو بنعمل جزء وليكن مثل قطعة زجاج او جلاس فوت. بعد ذلك في بليانر سيرفيس. طيب نضغط على التوب فيو، نعمل ريكتانجل، هذا هو ريكتانجل، نختار هذا الجزء، نضغط على بلانر سيرفيس فيرست كورنر وهذا السكند كورنر، يتم عمل بلانر سيرفيس بحيث ان هذا البلانر سيرفيس ممكن نطبق عليه او نعمل سبليت لهذا الجزء، ممكن نعمل سبليت لهذا الجزء، فممكن الموف بس جزء فقط الموف. ونختار هذا المخروط وسبليت سبلينج، نفترض ان سبليت في هذا الجزء. إذن هنأتي إلى السبليت مرة أخرى في درس قادم. في بعد ذلك الريفولف. طيب الريفولف ببساطة شديدة لو كنا في الباك فيو، فإذن في لاين بهذا الشكل. نختار لاين بهذا الشكل. بعد ذلك في إليبس نلغي الأرسو، في إليبس بهذا الشكل، نختار هذا الكيرف، نختار عليه ريفولف الستارت واي اكسس ستارت بوينت، فإذا نختار هذا الاكسس اوف ريفولف، نضغط انتر، فتم عمل ريفولف هذا الجزء على اللاين بهذا الشكل. إذا بيعمل دائرة كاملة أو استدارة كاملة على شكل اسطوانة لهذا الكيرف حول هذا اللاين هو الأكسس. أهم ثلاث أوامر في 3D Modeling هو أمر سويب وأمر ريفولف وأمر لوفت. هذه الثلاث أوامر وامر اكسترود، الاربع هذه الاربع اوامر هم يعتبر عصب 3 دي موديلنج في الاوتوكاد. بعد ذلك هيتم شرح لي السويب. فنتخيل ان في سيركل هذا قطر فيل بيس بوينت بوينت 3 وفي روتيت البيك اكسس وسبيسيفاي انجل 90. بعد ذلك هنختار سويب انتر السويب، نختار هذا الجزء او نختار اولا سويب، يقول سيلكت اوبجكت سويب، هنختار هذا السيركل انتر الاوبجكت باس هذا الشكل، واصبح عندنا سويب اداره حول هذا. طبعا بدون امر سويب سوف يكون الامر ممكن يتم من غير سويب، لكن الامر يكون صعب للغايه لاننا هنعمل سلندر هذا الجزء وسلندر هذا الجزء وبعد كده نعمل كومباين، فاذا الموضوع اسهل جدا في امر واحد عن طريق سويب. بعد ذلك في بريس اند طيب يكون في افضل ان نشرح هذا الامر عن طريق ريكتانجل وفي دايره بهذا الجزء، دائره هنا ودائرة. طيب بعد ذلك press and pull، نختار لو اخترنا هي في وسط دائرة فيتم عمل فقط لدائرة، لكن احنا عايزين نعمل press pull لهذا الجزء. الجزء اصبح هنا حتى تن
هنا من الأمور المهمة جدا في الموديفاي، وهو أمر فلت. بيختار الأوبجكت، بنختار الأوبجكت والراديوس 2 وليكن، في نختار الإيدج راديوس 2 إيدج، نختار جميع هذه الإيدجز وبعد ذلك إنتر، أصبح عندنا فلت هذا الجزء. طبعا يفضل استخدام فيلت يبقى في العديد من الأشكال الهندسية. طيب هنشوف ازاي نختار شامفر ال distance ولكن 0.25 في 0.25 في select first line text في ال base chamfer point edge and end. أصبح عمل شامفر بهذا الجزء. طيب بعد ذلك في قائمة الدروك، تم طبعا احنا شرحنا الدروك قبل ذلك، في دي كانت مقدمة عن 3D modeling في الأوتوكاد. في درس قادم بإذن الله سوف نشرح حد أوامر في solid editing والmodify state والscale. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سوف نشرح قائمة drawing في drawing solid in 3D modeling. هذه القائمة في بعض الأشكال الجاهزة زي السفير center point سفير بهذا الشكل، بعد ذلك في سلندر center point في الراديوس وليكن 45 والهايت وليكن 55، بعد ذلك في الكون center point في السنتر بعد ذلك الراديوس 25 والهايت وليكن 100، بعد ذلك في البوكس الهايت كذا، في بيراميد سنتر بوينت البيز راديوس وليكن 20 الهايت وليكن 25، في بعد كده ويدج اور فيرست كورنر اور اذر كورنر، بنختار الهايت وليكن اور وليكن 15، اصبح عندنا ويدج شكل تورس طبعا سنتر بوينت، في راديوس اول 15 راديوس ثاني يكون 5 بهذا الشكل. طيب فيه طبعا عدة أشياء مهمة في عمل باين لهذا الجزء. بدلا في عندنا جزئين بهذا الشكل أو شكلين بهذا اللي هو الروت والسلندر، بنختار يونيون، بنختار هذا الأوبجكت وهذا الأوبجكت نضغط انتر فأصبح عبارة عن جزء واحد. نختار مرة أخرى subtract، نختار أوبجكت، نختار object object نضغط enter عمل subtract هذا. ممكن طبعا نعمل move هذا الجزء إلى هذا الجزء، نختار فقط ال intersection عن طريق عمل intersection هذا الأوبجكت وهذا الأوبجكت نضغط انتر، فطبعا وترك فقط الانترسكشن ولغى كل شيء ما عدا التقاطع بين هذا الأوبجكت الأول والأوبجكت الثاني. في الدرس القادم بإذن الله سوف نشرح عدة أوامر في ستورد إيديتنج وفي قائمة الموديفاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس قبل الأخير في هذه الدورة التدريبية. ممكن لو ذهبنا إلى هذا الفيو هو البرسبكتيف فيو، وتم عمل أو رسم بوكس في الأبعاد. إذن ممكن نذهب إلى الـ 2D وارفريم. طبعا هذا الجزء تم تحديثه في النسخ الحديثة من أوتوكاد، لكن لا
الفيو بورت الاساسي الكونسبشوال والوار فريم. لاحظ ان في الوار فريم يكون صعب اننا نستخدم الفيوز اللي هي هنا، فاذا هذا الجزء لا يظهر فقط الا في الكونسبت. هذا كشيء ازاي نعمل موف او روتيت لهذا الجزء هذا المكعب. في موف وفي 3 دي موف، هنختار 3 دي موف. سيلكت اوبجكت هذا الاوبجكت ونضغط انتر، البيز بوينت بهذا الشكل. بعد ذلك ممكن يتم تحريكه في هذا الجزء او مره اخرى تحريكه هذا الجزء او مره اخرى بهذا الجزء. نفس الفكره في ال 3 دي روتيت، هنختار 3 دي روتيت اوبجكت هت انتر بيس بوينت ونختار اي عنصر اكس او هذا الاكس اكس اللي هو الاكسس اللي هو باللون الاحمر او الاخضر او الازرق. هنختار هذا، نختار الانجل وليكن 54، تم عمل روتيت بزاويه 45 درجه. طبعا الموديفاي والاكستند تم شرحهم في قبل ذلك، والسكيل تم شرحه والاوفست الميرور طبعا، الهاتش قريبا لما يتم شرحه. طيب الهاتش شرحه في الاوتوكاد كلاسيك افضل. لو عندنا ريكتانجل بهذا الشكل وعايزين نضيف هاتش، هنختار HATCH. بعد ذلك يظهر بهذا الشكل، هنختار بيج بوينت هذه النقطة وانتر، ونختار النوع من الهاتشنج المطلوب ريفيو. إذا كان النوع أو السكيل صغير جدا بالنسبة لهذا الانجل، ممكن نعمل سكيلينج هاتش بحيث يكون أفضل 22. بعد ذلك عمل دوت اوكي. ده كده عبارة عن الهاتشنج. في طبعا بعض الأوامر المهمة اللي احنا ما تكلمناش عنها، زي في الفاكت ايدجز. فاحنا هنا في اختار هذا السلندر وفي الاكستراكت ايدجز، نختار فاكت تمام اكستراكت ايدجز لهذه الايدج وهذه الايدج. مرة اخرى ممكن نجرب هذا الجزء على بوكس وليكن، نختار اكستراكت ايدجز، نختار اوبجكت انتر، وتم عمل اكستراكت. لو حذفنا تم عمل اكستراكت لجميع هذه الايدجز، بحيث ان ممكن نعمل اريز ويبوش كل هذا الجزء. طيب ممكن نشرح هذا الامر اللي هو سيبريت. نتخيل ان في لاين او ريكتانجل هذا الجزء، بعد كده في بلانر سيرفيس، بعد كده هنعمل روتيت لهذا الجزء بيز بوينت يكون وليكن ميد بوينت هنا. بعد كده الاكسس هيكون هذا الاكس زاوية 90. بعد كده ممكن نعمل موف من الميد بوينت الى الميد بوينت، بعد كده نختار سيباريت ترد بهذا الشكل.
ممكن يعمل تشيك عن طريق السبليت من الموديفاي سبليت من السوليد ايدج سبليت، نختار الاوبجكت تو سلايس هذا الجزء اند ستارتنج بوينت اوف سلايسنج بليد. فدي عباره عن ستارتنج بوينت والسكند بوينت بهذا الشكل. اذا بعد ما تم اختيار البلين تم عمل سبليت لهذا الجزء، هذا مكعب هذا هو مكعب. طيب عشان نختم هذه الدورة التدريبية نتكلم عن اللايرز في اوتو. اولا وليكن توب فيو حاليا، فتم عمل لاير، هذه اللاير تسمى لاينز، هتبقى باللون وليكن اللون اي لون وليكن هذا اللون الازرق. بعد ذلك في لير اسمها اوبجكت فور سنتر لاينز، الاوتوكاد بيتيح عدد لا نهائي من اللايرز وعدد لا نهائي من المواصفات لكل لاير. بعد ذلك اختار هذه الاوبجكت، هذه الاوبجكت ترى بهذا الشكل ويتم نقلها الى الاوبجكت قائمه لاير اللي هي الاوبجكت. تمام، باقي الاجزاء تبقى باقي الاجزاء تبقى في قائمة لاينز. بعد ذلك ممكن نخفي قائمة لاينز أو نعمل فريز لللاينز، نخفي الأوبجكت أو نعمل فريز للأوبجكت. فإذا هذه هي إحدى فوائد اللايرز. أيضا ممكن تخصيص للاير معينة سمك خط معين عند الطباعة بيظهر هذا السمك. ايضا ممكن تخصيص للاير معينه خط معين، فممكن نعمل امبورت لعدد من الخطوط ونخصص لهذه اللاير يكون هذا الخط اللي هو السنتر لاين او الداش لاين بهذا. وبكده نكون انتهينا من شرح اساسيات 3D CAD موديلنج في اوتوكاد. قبل ما ننهي هذه الدوره التدريبيه ممكن اشرح بعض الخصائص عن الـ Dimensions. فإذا لو في عندنا ريكتانجل، هذا ريكتانجل الفيرست كورنر صفر وصفر والسكند كورنر وليكن 100 و100. فإذا عندنا في ريكتانجل بهذا الشكل أو سكوير مربع بهذا الشكل، فمن Dimension Dimension هنختار تحديد Dimension Linear Dimension، هذه النقطة الأولى وهذه النقطة الثانية، وهذا يكون عندنا dimension 100 بهذا الشكل. نعمل format للdimension، فمن الفورمات dimension style الموديفاي، بعد ذلك text type هيكون لكم 0.5 أو 1. عشان نعمل نغير هذا الخط فممكن ايضا من الفورمات dimension style من الموديفاي 2 في طبعا هنا ممكن lines arrows طيب. هذا كتم الخط من أكبر بهذا الشكل. لو في سيركل دي من الـ Dimension Radius الـ Select Circle نضع Radius هذا الجزء. بعد ذلك في من الـ Dimension أيضا في Arc Lens أو في نرسم وليكن درو ارك 3 بوينت هكذا من الدايمنشن ارك بهذا الشكل.
نحدد اللينس بهذا الشكل. إذا أصبح اللينس هو محدد بهذا، كده نكون أنهينا الدورة التدريبية، وإن شاء الله يكون في أبديت وتحديث لهذه الدورة، ويتم إضافة بعض الأمثلة في بناء على هذه الدورة التدريبية. هيكون معظم الأمثلة ومعظم الفايلز هتكون ملحقة أيضا في السورس فايلز في هذه الدورة التدريبية.